ظهر عبء الأزمة السورية هذا العام بشكل أوضح على الاقتصاد اللبناني بالتوازي مع الأحداث الأمنية الداخلية، فكان أن تراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية ليستقر النمو الاقتصادي عند 2% على أفضل تقدير، على الرغم من أن العديد من المختصين يقدرون النمو المحقق بأقل من 1%. المؤشر الآخر الذي يعكس دقة الأوضاع الاقتصادية هو عجز ميزان المدفوعات للسنة الثانية على التوالي بأكثر من ملياري دولار، وهو ما يصفه الاقتصاديون بالأمر المقلق. لأول مرة منذ سنوات ميزان المدفوعات بلبنان سلبي. هذا معناته سلبي قد ايه؟ يعني فوق المليارين دولار لهالسنة 2012. هذا شو بيعني؟ أنه في أموال عم تطلع من لبنان أكثر ما عم بتفوت. إذا في مزبوط أموال عم تفوت للبنان، بس في أموال أكثر عم تظهر، وهذه ما شهدناها أبدا. حتى خلال الحرب اللبنانية من 75 كان أكثر أموال تفوت من ما أموال تطلع، اليوم بالعكس. طغى التراجع على معظم القطاعات الإنتاجية ولا سيما السياحة، حيث تراجع أعداد السياح أكثر من 15%، أما الزراعة والصناعة فالمعاناة الأكبر كانت مع تأمين استمرارية خطوط التصدير البرية الوحيدة مع سوريا وارتفاع كلفتها. أسوأ شيء الاستثمارات، يعني الاستثمارات تعمل نمو بتوظف عالم، هيدي واقفة، وبالتالي هاي بتسبب زيادات بالدين العام، بتسبب زيادات بالانفاق، لانه الدوله بدها تضل تزيد الانفاق لتعوض عن او لتعالج المشاكل الاجتماعيه. المهم يقول الخبراء تخفيف الخسائر في المرحله الراهنه قدر المستطاع، ولا سيما البطاله والهجره واقفال المؤسسات. كل ما يكون في خضات امنيه بتاثر قطاع السياحه تبعنا، لانه قطاعنا كثير مركز على الخليج، على السياحة المحلية، يعني بالمنطقة إذا بدك، ما إنه مركز على السياحة بتجي من أوروبا أو غير محلية. ومشي كمان السنة إنه لأن أوروبا صار عندهم التراجع باقتصاد، السواح تبعهم صاروا عم بيروحوا على محلات أرخص، ونحن مشكلتنا بلبنان بعدنا بدنا نخلي أسعارنا كتير غالية. وكان على لبنان أن يواجه هذا العام توافد أعداد كبيرة من النازحين السوريين تجاوزوا 150 ألفا رسميا، والبعض يقدر وصول العدد إلى أكثر من 400 ألف نازح. ويلفت الصندوق النقد الدولي إلى أن لبنان سيواجه تحديات مختلفة العام المقبل، منها ارتفاع العجز المالي إلى 15% من الناتج المحلي، علما أن دين العام كان قد بلغ 56 مليار دولار هذا العام. جيهان المصري، CNBC عربية، بيروت.